بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر من دروس تعليم الكمان للمبتدئين. هو اليوم التمرين شوية مو للمبتدئين اللي صار لست أشهر دون، لا يعني شوية مرحلة متقدمة اللي صار له مثلا سنتين يعزف، سنة ونص إلى سنتين وأكثر. هذا التمرين راح يفيده، اللي هو اليوم نتعلم به مقام النوى أثر. طبعا مقام النوى أثر هو من فصيلة الحجاز يعتبر، فهذا درجاته. أول مرة للتذكير حتى المبتدئ أيضا يعرف سلم المقام. النوى أثر يبدأ من الدو، شوف دو ري مي بيمول فا ديز صول لا بيمول سي طبيعي دو، ويرجع دو سي لا بيمول صول فا ديز مي ري دو. هذا هو النوى أثر، يعني يبدي شلون نقول حجازين، حجاز الري مع حجاز الصول، هذا حجاز الري وهذا حجاز الصول، ولكن الختام يصير دو. هذا هو نغم النوى أثر. فتاخذ سلم اول مره للمبتدئ يتعود مثلا دو واضح، سلم دو ري مي فا صول، او هنا تاخذ الصول ولا راح صار كيف يصير بهذا الشكل فا صول ف... لا يعني متلاصقات ثلاث اصابع. هذا هو النوع. هسه نجي اول مره نسمع التمرين وبعدين نشرح التمرين ببطء. نسمع هسه التمرين. طبعا بعد ما سمعنا التمرين مع الايقاع، هسه نجي نفصل التمرين بار بار. طبعا هو الوزن هذا 2 على 4، يعني البار الواحد بنوارين. شلون راح يصير التمرين؟ هذا التمرين انا سويته على مود يخدمك في اسلوب اللونجا، مثل تعزف لونجا وقطعه سريعه يفيدك هذا الاسلوب. يعني فالتمرين راح يصير بهذا الشكل: صول ويدون صول سكتة صول، شوف هاي البر الأول صول 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 صول، واضح صول 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 صول. هذا البار اللي وراه شو راح يجي؟ سريع شوية صول لا صول فا صول لا صول فا صول صول، واضح.
صول لا صول فا صول لا صول فا صول صول. البار اللي ورا مي ر مي ر مي فا صول. شوف مي ر مي فا صول. هذا البار اللي ورا مي ر مي فا صول. واضح؟ وراها الصول صول لا سي لا صول. شوف لا سي لا صول لا صول فا صول لا نال لا قوي لانوار لا. شوف لا صول فا صول لا صول فا صول لا صول فا صول لا صول. شوف هاتي صول فا صول لا صول فا مي فا مي ردو صول صول فا صول لا صول فا مي فا مي ردو. طويل أيضا دو وراها رسم دو سكتر مي صول. شوف دو مي صول مي صول لا صول فا صول فا صول لا سي دو. شوف هيدا صول فا صول لا سي دو سي لا صو سي لا صو فا لا صو مي فا صو. أعيد هاي صو فا صو لا سي دو سي لا صو سي لا صو فا لا صو مي فا صو. واضح؟ مي فا صو. راح تيجي وراها صو لا صو فا صو مي فا مي ري دو مي مي فا مي ري دو. هذا التمرين هسه كشرح صرفيه اجماله بشكل بطيء، وبعد ما تحفظه تحاول انه النوبه والايقاع مع الايقاع تستمر. انا سويت التمرين مرتين عدته، خليت فاصله ايقاع على مود العازف شويه يرتاح، يعني شو يقول ياخذ نفس. هو المفروض راسا الإعادة، بس أنا خليت فاصل. فنعيده من البداية، راح يصير على السريع، راح يصير كالتالي التمرين. راح يصير التمرين كالتالي، شوف أقرب شوية أصابعي هنا، راح يصير صول سكتة صول. واضح؟ صول 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 لا صول فا صول لا صول فا صول صول مي ري مي فا صول 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 لا سي لا صول لا صول فا صول لا صول فا صول لا صول فا مي فا مي ري دو مي صول مي صول لا صول فا صول فا صول لا سي دو سي لا صول سي لا صول فا صول صول مي فا صول مي فا صول صول لا صول فا صول مي فا مي ري دو. خلص وينعاد. هذا هو التمرين. طبعا النغم جميل النواثر، وممكن انت ايضا تقسم عليه، لكن هذا التمرين يفيدك في عزف القطعه السريعه او اسلوب اللونجا مثلا. وانا بالحقيقه عبينيه اسويها هاي لونجا يعني على النواثر. أتمنى أنه تمت الاستفادة من درس اليوم، ومع السلامة.